دائما يا مها احنا نفتخر برياده المملكه وحرصها على خدمه ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسه واللي تظهر بشكل كبير في موسم الحج من كل سنه. تخيل يا مها هذه السنه اعلن وزير النقل والخدمات اللوجستيه انهم قاعدين يعدون تقنيات ووسائل نقل اكثر مرونه وسرعه لخدمه ضيوف الرحمن، منها التاكسي الطائر واستخدام الدرونز. الله، يعني شوفي انا دائما اقول يعني استقبال هذه الملايين كل سنة عندنا في مكة المكرمة في موسم الحج بالتحديد، هذه مسؤولية الجميع، مسؤولية الشباب والبنات والقائمين على هذه طبعا الفترة أو الموسم، خلينا نقول موسم الحج. يعني أول شيء خبر غير مستغرب، أنا ما أقدر أقول أنه أنا استغربت، لأن كل سنة قاعدين نشوف شيء أفضل وتطور أكثر وتوسع أكثر وخدمات أفضل كل سنة عن السنة اللي قبلها تفرق. فبالعكس أنا أعتقد التاكسي الطائر راح يعني يخدم كثير من الفئات وكثير، وراح أصلا يخفف، لو تفكر فيه راح يخفف من الزحمة، من زحمة السيارات وزحمة المرور، وخصوصا أن مكة والحرم المكي بالتحديد يعني المنطقة ما هي منطقة كبيرة، فالسيارات ممكن أنها تعرقل السير وممكن أنها تسبب زحمات وصعوبة. فالتاكسي الطائر بالعكس أنا أعتقد يعني كثير راح يخدم وكثير راح يسهل على الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن. يعني حلو اليوم نشوف توظيف التقنيات الحديثة مثل التاكسي الطائر مثل الدرونز وغيرها في أنها تسهل إجراءات على الحجاج، وما بعد استخدموا يعني حتى جاهزيتها، وأنها راح تكون جاهزة هذا العام بإذن الله تعالى بأنها تنطلق وتكون يعني للحجاج بإذن الله تعالى، والله يكتب لهم يعني حجة مقبولة يا رب العالمين.